كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بداية محمد مرحبا بك دائما على كافانكاتر تي في وعيدك مبارك سعيد. علينا وعليك الله يبارك فيك وشكرا الله يحفظك. واخا هضرنا شوية على الأجواء ديال العيد كيف دوزتي العيد وشنو هي الأكلات المفضلة عند مسلم في العيد؟ العيد كيف ما دائما كندوزو عند الوالدة يعني كنعيد عند الوالدة في الجماعة في مرشان. عادي باقي في الاحياء الشعبيه بحال هكاك باقي الاجواء ديال العيد يعني كاينه فراوه في الحومه يعني باقي ديك الاجواء اللي بدينا كنفتقدوها فهمتيني. الحمد لله كيدوز عادي بخير كنعيدوا مجموعين الاخوان الوالده. كيدوز النهار فيه شويه تماره شويه والحق كل شيء بالحلاوه ديالو. الاكلات المفضله صراحه انا شويه وصافي مسائل ديال العلاوه والراس وداك الشيء ما كنقرب له شي صراحه هدايا انا من دائما ماشي. وبالنسبه للطازين والسلام يعني قطبين طبعا الشوا ما كاينش شي واحد ما كيعجبوش الشوا واذا كان زعما غادي يطيبوه يعني كنفضل اللحم على داكشي اخر الراس وداكشي هذا.